عن وشرح لموضوع الحج. أنا مش عايزة أكلم على الأحجار، أنا عايزة أكلم على العقول. عايزين العقل. في دعوة البلاغ اللي اترفعت ضدك من المحامي نبيه الوحش واتهمك فيها بالردة، واستند بذلك على أنك تطولتي على نصوص قرآن وتحديدا سورة الإخلاص، لفظه هو في قل هو الله أعلم. تاني هتجيبي لي المشايخ والدين تاني؟ لا، ده نبيه الوحش مش شيخ، ده محامي. ما أعرف، مش عايز أتكلم على الناس دي، لأن ده كلام هو أنتوا اللي بتشيروهم. دكتورة انا مش عايزه اتكلم عليه هو، انا عايزه اقول لك انتي. انا مش عايزه اتكلم على المشايخ ولا ده مش شيء دكتوره، ولا انا عايزه اسالك في قضايا حزبه. شوفي الناس اللي بيرفعوا قضايا حزبه دي كلهم عاوزين شهره وعاوزينك تتكلمي عنهم. انا خلاص هلغي اسمه، مش عايزه اتكلم عليه. انا عايزه اسالك سؤال. نتكلم على الظاهره. طب ممكن اسالك سؤال؟ بلاش اسماء لو سمحتي. اشرحي لي بس النقطه دي. لا، اذا كنا بنتحاور بقول لك بس ان حضرتك كان عندك اعتراض على لفظ هو في سوره الاخلاص قل هو الله احد. يعني انت حضرتك دارسه الاديان، درستيهم، ودرس التوراة ودرس الإنجيل ودرس القرآن، وعارفة إن في القرآن إن ربنا بيقول عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إزاي عدت عليكي دي؟ إزاي عدت عليكي إنك تعترضي على الله؟ شوفي أنا مش بتكلم في الألفاظ. أمال إيه؟ مش بتكلم في الألفاظ. أمال إيه؟ يعني حتى لما نيجي للغة، طب ما هي السماء مؤنث، السماء هي صح، الله روح مش كده؟ وليس جسد. بنقول الروح هي. لا، الله ليس كمثله شيء، احنا ما نعرفش هو روح ولا جسد. هندخل في الألفاظ، لكن لما نجي للألفاظ بقى، في ألفاظ كثيرة جدا مؤنثة ترمز إلى الله. الله هو الروح، ولكن الروح مؤنثة، بنقول هي الروح. السماء أيضا، الأديان السماوية، السماء مؤنثة. فإذا لو جينا بقى للتأنيث والتذكير هنتلخبط بقى. ما أنا متلخبطة. لا، هنتلخبط. طيب بس أنت هنتلخبط. فإذا أحسن خلينا نخرج من اللفظ إلى الجوهر. كلميني في الجوهر. عند اللفظ في الجوهر. أنا مش عايزة أتكلم في اللفظ. لا، ليه وقفتي عند اللفظ؟ ما أنت مش عايزة أقف، أنت اللي بتوقفيني. لا، أنا دلوقتي بسألك عند وقفتي قبل كده عن اللفظ. أنت اللي قلتي، أنت اللي اعترضتي على هو. ما أنت بتاخدي من الصحف، ما خدتيش من الكتب. ما انت كل انا باخد من على لسانك. لا، كل اللي واخداه دي ما قالته الصحف. دي قضيه وكانت مرفوعه. ايوه، ما هو واحد بيعمل قضيه في الحزبه بيقول اي حاجه، ولذلك فشلت. كسبت القضايا، انا كسبت جميع القضايا. يعني انت ما قلتيش. انا كسبت، مش ما قلتش. فرق يعني، برضو عاوز اقول سياق الكلام. يعني دلوقتي انا لما اتحاور معاك دلوقتي واقول ان الروح مؤنثه والسماء مؤنثه، ممكن ناس ياخدوا دي ويقولوا شوفوا الدكتورة نوال بتقول الروح مؤنث، ياخدوا الكلام مش في سياقه. يبقى حطي الكلام في سياقه. مش عايزة احطه، انا مش فاضية، انا عايزاك تناقشيني فيما هو اهم من الالفاظ. يعني دكتورة نوال السعداوي طبعا اتسجنتي في عهد الرئيس السادات، وتحديدا سنة 81 يوم 6 سبتمبر تحديدا، مش كده؟ وقت خريف الغضب. ايه خريف الغضب؟ وقت خريف الغضب، الناس اللي كانت غضبانة على الاتفاقية. يعني وقتها وقت سجنك قرحتك ألهمتك برواية سقوط الإمام، وكتبتي أول فصل. أيوة، وانت مسجونة. أيوة، ماشي. بس أنا هرجع أربطها لك بالحتة اللي فاتت. كتبتي أول فصل وانت مسجونة، لما نزل الكتاب وهاجت الدنيا واتقلبت الدنيا، وإزاي سقوط الإمام؟ قلتي إن أنا بأقصد هنا بالإمام السادات، لم أقصد رجال الدين. أنا قلت لما قالوا لي من هو الإمام؟ تقصدي مين الإمام؟ فقلت لهم أنا كتبت الفصل الأول في السجن استلهمت شخصية السادات. يعني في فرق بين إن كاتب أو روائي يستلهم شخصية من التاريخ أو رئيس دولة أو أي حاجة، يستلهم ويحط هذه الشخصية في الرواية. طيب، الرواية قد لا تكون السادات، وهي مش السادات، لكن في هي مش السادات؟ لا طبعا، هي رئيس بس مش السادات. رواية؟ لا، ولا رمز رئيس. للسلطة. هي رمز للسلطة، هي رمز لذوبان السلطة السياسية في السلطة السماوية.
إزاي الحاكم لما يتقمص ربنا شخصية ربنا ويتهيأ له إن هو حاكم الأرض والسماء، ده الإمام. زي أيام الفراعنة زمان، فرعون زمان كان هو الإله وهو الحاكم. طب أنت رمزتي يعني للرمز ده برجال الدين لما قلتي الإمام، ما جبتش سيرة رجال كلمة الدين. الإمام في مجتمعنا العربي، الإمام، في ناس كتير بقى بتقول إيه؟ بتقول يعني نوال السعداوي بتخاف من الرؤساء، بتشير ليهم برموز وما بتخافش من ربنا، بتتكلم مع ربنا كده. مين اللي بيقول الكلام الفارغ ده؟ ناس كتيرة. اسمحي لي، ناس فاضيين، ناس ما عندهمش وقت، عندهم وقت يتكلموا ويرغوا. أنا مشغولة جدا في كتبي، وعاوزة النقد البناء اللي بيقول حاجات في صلب الموضوع مش حواليه. سؤال أخير قبل ما أدخل على الضد ومعه، أتمنى منك تاخديه برحابة صدر. أنا صدري رحب جدا، ده بالعكس، ده أنا بتحمل قوي قوي. عارفة الجريدة الإلكترونية إلاف؟ إلاف مالها؟ قريت لك حوار أجراه أحمد عدنان. أنا أصلي مش بدخل في النت، أنا مش أنا مش ما ببصش في النت. طب صلحي، أنا بعمل إيميل بتاعي بس، صلحي، لأن لكن ما بشوفش النت. الموضوع ده قلب الدنيا على نوال السعداوي. في حوار أجريتيه مع أحمد عدنان على إلاف، وصفتي الدعاء الجدد من أمثال عمرو خالد وخالد الجندي بأنهم مثل النساء القبيحات. الوصف أنا ده أنا قلت كده في حوار مع أحمد عدنان. اسمحي لي أنا أوكي. لا أقول يعني خلاص. الكلام ده ما بيطلعش من بقي أولا، غير صحيح. يبقى أنا أقول زي النساء القبيحات كلمة هيجت الناس عليكي. وكان في شرح كمان، ما هم شوفي بقى الصحافة دي التلفزيون هم عاوزين يهيجوا الناس وبيستخدموني. لا والله العظيم، لا انت مش أداة هنا تستخدم، أداة للإثارة. انا مش جايباكي كأداة للإثارة، اهو كله هو. انا بسألك في حاجات هيجت الرأي العام تبرريها، انا غير مسؤولة عنها. انا غير، ازاي ما هي مكتوبة عن لسانك؟ انا مالي؟ في حاجات انت قلتيها بلسانك عن لساني، هي كتبي اللي تشهد مش حوار في النت. معلش ده سؤال في حوار في النت، بس اللي قبل كده كلام انت قايلاه على لسانك بالنسبه للحج والصلاه واركان الاسلام كلها صحافه. لا انا سمعتك بودان يا دكتور. سمعتي فين حج؟ في الجزيره. في الجزيره؟ لا انت بقى خدتي حاجات وطلعتيها. ضد ومع السعداوي، ضد أو مع المثل الشعب القائل يم أمن للرجال يم أمن للمية في الغربال؟ ضد أو مع؟ أقدر أقول 60% من الرجال تنطبق عليهم المثل، يبقى مع. ضد أو مع لقب السيدة الأولى زوجة الرئيس؟ لا ضد اللقب. ضد. ضد أو مع عقوبة الإعدام؟ ضد. ضد عقوبة الإعدام؟ لا أوافق يعني على عقوبة الإعدام، حتى لو كان قاتل. حتى لو كان قاتل لا يقتل، وإنما نبحث ليه هو قتل ويعالج. ضد أو مع إعلان الإلحاد؟ لا يعني حسب الظروف برضو، حسب الظروف. بمعنى؟ يعني كل واحد حر. يعني مع كل واحد حر طبعا. لا بس ده الدستور نفسه، ده الدستور المصري بيقول لك حريه العقيده، يعني كل واحد يقول رايه وعقيدته، مش مع او ضد، ده حق دستوري. يعني مع؟ لا اصل ما ابيض ولا اسود، اصل انا لو كنت ابقى مع او ضد يعني ضد الدستور، لا ده حق دستوري وانا مع هذا الحق طبعا. يبقى مع هذا الحق الدستوري طبعا. نعم. نوال السعداوي وحوار مليء يعني بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة، اللي معرفش هتقبل الوقوف عند إيه وهترفض الوقوف عند إيه بعد هذا الفصل الإعلاني. ابقوا معنا.